اليوم وصفتنا تشيكن فرنش فرايز أو بطاطا مقلية بطبقة من الدجاج المقلب والجبنة الدايبة. لنبدأ بالتحضير، في طنجرة على النار ضفت معلقتين كبار من زيت الزيتون مع بصلة كبيرة مفرومة ناعم. نستمر بتقليب البصلة على النار لحد ما تبدأ معنا البصلة بالذبول ويصير لونها شوي شفاف زي ما شايفين. تقريبا بتحتاج منا البصلة لمدة 3 دقائق لأربع دقائق على النار لحد ما تصير بهذا اللون الشفاف. عندي هون صدر واحد دجاج مقطع لا شرائح أو لقطع صغيرة، منضيفه للبصل وبنستمر بالتقليب لحد ما يتغير لون الدجاج ويصير كله أبيض زي ما شايفين. نص معلقة صغيرة بابريكا، وعندي هون حصلبان أو الروزماري ضفت نص معلقة صغيرة هو اختياري، ونص معلقة صغيرة ملح. وفلفل أسود، تقدروا تستغنوا عن الحصلبان أو الروزماري تضيفوا بداله الأوريغانو أو الزعتر المجفف. أنا كمان ضفت وراق الريحان المفروم الأخضر ضفت نص معلقة صغيرة. منقلب باستمرار وهلأ هون عندي حبتين كبار من البندورة فرمتهم مكعبات صغيرة وضفتهم للدجاج، بقلبهم شوي صغيرة مع بعض. بعدين رح أغطي الطنجرة وأتركها لمدة 10 دقايق لحد ما يستوي الدجاج تماما وتتسبك البندورة معه. صار عندي شكل الخليط أو الصلصة بهذا الشكل، صارت هون جاهزة. رح أرفعها عن النار بعد ما تسبكت تماما وخفت المرقة أو الصلصة الموجودة فيها. وهلأ بننتقل للتحضير. في وعاء الفرن أو جاط الفرن عندي هون كمية من البطاطا المقلية، طبعا حسب الرغبة تقدروا تقلوها أو تشوها بالفرن أو بالإير فراير زي ما بدكم. فردتها في وعاء التقديم، بعدين غطيت وجهها بخليط الدجاج مع البندورة اللي حضرناه هلأ. وبعد هيك رح أغطي الوجه بطبقة من جبنة الموتزاريلا المبروشة، وبتقدروا كمان تستخدموا جبنة التشيدر. أنا عملت ميكس وغطيتها بالموتزاريلا والتشيدر مع بعض، وهيك صارت عندي جاهزة للدخول للفرن. احنا بناخدها على الفرن يكون محمى مسبقا، بس النار رح تكون بس من فوق يعني تحمير. رح أحمر وجهها بس لتدوب الجبنة وتاخد لون ذهبي كتير خفيف يعني لمدة 5 دقايق بس، ونقدمها مباشرة وهي سخنة والجبنة لسه دايبة على وجهها. صحتين وعافية.